واحد من المراكز ديال الشيخ نعيم المرابي في الدار البيضاء. بغيت نحكي لكم على الحالة ديالي وكيفاش كان كيفاش كان كيفاش دز كيفاش تطورت الحالة ديالي من دابا، لأنها كنحس مزيان وتشفيت الحمد لله. أنا عايشة في إسبانيا وشفت فيديوهات ديال الشيخ نعيم المرابي واتصلت به بالمركز. يعني الناس اللي استقبلوا من التليفون عطاوني موعد باش نقدر نجي المغرب. فاش جيت الحمد لله في الحصة الأولى دار لي تشخيص، لقى بأنني عندي عين حسد وجن عاشق، وهناك خادم السحر معاه، وحصلت على المال والفيديو ديالي راهم في اليوتيوب. تقدروا تشوفوا كيفاش دازو، يعني كيفاش كان العلاج ديالي. الحمد لله انا دابا تشافيت. بغيت نشكر الزوجة ديالو هي اللي عملتني بزاف بالحجامة وكذا وكذا، والحمد لله. يعني الناس من اللي دخلت من الباب حسيت براسي بحالي وسط عائلتي، ما حسيت يعني حسيت براسي يعني بحالي وسط العائلة. ناس ظريفين، أي حاجة احتاجتيها هما معاك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ودابا أنا تشافيت وبغيت نشكر الشيخ نعيم ربيع على المجهود اللي دار معايا، والحمد لله الحمد لله. غادي نشرح هذا الشيء اللي قلت باللغه الاسبانيه باش الناس اللي في اسبانيا ما تيهضروش اللغه العربيه او ما تفهموش يستفدوا من التجربه ديالي. يو هولا سوي انا تكلمو ان اسبانيا. La verdad es que me sentía muy mal, veía cosas en mi vida que no me iban del todo bien. A través de una amiga empecé a ver vídeos en YouTube del Sheikh Nahim Rabia, y la verdad es que les he contactado porque me llamó muchísimo la atención la forma de tratar a la gente, de que había un porcentaje altísimo de gente que se curaba. Y la verdad es que les he contactado y desde el minuto uno que les he contactado me he sentido arropada y entre gente muy profesional. Y bueno, me dieron la primera sesión. He tenido que venir a Casablanca. Me hizo la primera sesión el Sheikh. Y la verdad es que me hizo un diagnóstico preciso. En el que no he perdido el tiempo, y la verdad es que no he tenido problemas en ningún tipo de. He estado viniendo toda la semana y muy bien. La verdad es que ahora me siento muy bien. Su mujer también está con él en el centro y nos ha ayudado muchísimo. Yo les quiero dar las gracias, porque son gente muy profesional y que ayuda a la gente. Y gente así, la verdad que se merece un reconocimiento. Muchas gracias y Judáis Shafi, soy Ansi.